هل الموظفين خليك مناديل كلوريك وحلو الكلام دوت الديتول بس خلاص يعني خدت اسبوع والناس كده كده يعني زهقت من الموضوع دوت يعني هي احتفاظها انها تقعد في البيت وخلاص الناس خايفة ومرعوبة من القلق زي كده دوت واللي معاه اطفال ما بينزلش وفي ناس انا ما بقلب شهر ما شفتهاش هنا وممكن قاعدة في البيت بس قلق ما بتنزلش احنا لو كنت قاعد في البيت احسن اي سلعه بص انت في السوق كده اطلع كاميرا كده بص في السوق بص على سوبر ماركت محلات فاكهه خضار جزار اي حاجه الناس نايمه في البيت اللي بقى لها شهرين نايمه في البيت هتجيب منين؟ كنت افضل وتمام وفل 14 بس كده.